السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هيتم شرح المحاضره بتاعت البي في سيستمز اللي هي الفوتو فولتيك سيستمز. هنبتدي نتعرف على ايه الفوتو فولتيك فينومينا ديت. بس الاول عايزين نفتكر حاجه مهمه جدا، ان احنا كنا بنقول ان انا عندي ممكن اولد كهرباء عن طريق طاقه الشمس لما كان في بارابوليك، والبارابوليك ده يمشي مثلا في ميه، الميه دي تتحول لستيم، الستيم ده يروح يلفف لي تربين، والجنريتور يلف يولد لي كهرباء. اي ما يكون بقى الكونفيجريشن، يعني هل انا خدت الفلويد دوت سخن لي ستيم، او الفلويد دوت هو كان ميه على طول يتولد ستيم، اي ما يكون، بس كنت بولد كهرباء بطريقه غير دايركت عن طريق الهيتنج، اكن كل الجزء دوت بويلر. لكن النهارده لا، احنا هنتكلم عن شمس. الشمس دي جايبه فوتونز، الفوتونز دي فيها طاقه تبتدي تحرك لي الكترونيات، يولع لي اللود بتاعي، اذا كان لمبه بقى، اذا كان موتور يحركه، اي ما يكون اللود الالكتريك يعني. طيب، يعني دلوقتي ادي طاقه الشمس هتيجي، وفي البي في بانلز ديت اللي هنشوف تفاصيلها هيولد لي كهرباء على طول. ممكن استخدمها ان انا عندي طاقه الشمس تجيلي يشغل لي اللودز الكهرباء اللي عندي في البيت، واحط الاسطح بتاعت البي في ديت على سطح البيت. طيب، البي في بانلز لو تيجي تشوف التاريخ بتاعها هتلاقي من 2008 ل 2018 حصل طفره كبيره قوي في الزياده، والزياده قاعده تزيد كل سنه، يعني دي زادت عن السنه اللي قبلها 30 واللي قبلها 37، لغايه 2018 زادت 100، وصلنا ل 505 جيجا بايت، فرقم كبير جدا. طبعا زي ما شفنا مع دكتور محمد في اول السنه، ان احنا اتكلمنا عن ان الصين بتحتل الجزء الاكبر من هذه الطاقه. طب انا هعمل ايه في المحاضره؟ انا عايز اشوف في المحاضره كالاتي، عايز اشوف هو ايه الفوتوفولتيك ده، اللوح دوت اللي بيحول لي الطاقه على طول لكهرباء، ده عباره عن ايه؟ ايه الحاجات اللي هيحتاجها معاه؟ البريفورمانس بتاعه وكفاءته هتزيد ولا تقل؟ ايه البارامترز اللي بتاثر فيه عشان اقدر افهم الكاركترستكس بتاعته؟ طيب، ده هيرجعنا لنقطة مهمة جدا، إن إحنا كنا بناخد في الثانوية العامة إن أنا عندي نيوكليس، والنيوكليس دي بيلف حواليها إلكترونيات، الإلكترونيات دي بتلف في صورة منظمة جدا في صورة أوربتس، وكنا عارفين إن الأوربت الأولاني دوت يتشبع باتنين إلكترون بس، الأوربت التاني 8. اللي يهمني إن أنا عايزك تفتكر إن في حاجة اسمها فيلنس إلكترون، اللي هي الإلكترونيات اللي في آخر شيل خالص. طيب، كان في حاجة اسمها الجدول الدوري. ايه الجدول الدوري ده؟ بيبقى فيه ماتيريالز مختلفة ليها بيكون مكتوب عدد الالكترونيات الموجودة فيها. جميل، لو تلاحظ ان اول صف ده كتب فوق واحد، وهنا اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية. يعني ايه بقى الارقام دي؟ الارقام دي بتعبر عن النمبر اوف الكترونز اللي في الاوتر شيل. شايف الاوتر شيل دوت فيه عدد الكترونيات، بيعبر عنها بقى هنا الصف الاولاني ده عنده واحد في الاوتر شيل. لو جينا نبص، الهيليوم هلاقيه كده، الليثيوم هلاقيه كده، الصوديوم هلاقيه كده الى اخره. طيب، انا عرفت ان الحاجات بتتقسم ميتال ونون ميتال وسيمي كوندكتور. ميتال موصله، النون ميتال مش موصله، والسيمي كوندكتور ما بين الاثنين. طيب، الميتال دوت بيكون دايما عنده في الاوتر شيل الكترونيات زياده، والنون ميتال بتكون محتاجه الكترونيات عشان توصل للساتوريشن او الاستابيليتي. السيمي كوندكتور هو حاجه في النص بقى. بمعنى لما كان عندي صوديوم، الصوديوم عنده كام الكترون بره في الاوتر شيل؟ واحد زياده. خلاص؟ فهو عايز يعمل لوز للالكترون ده، عايز يخسره، فهو كده يعتبر ميتال. تمام؟ طب والكلورايد؟ الكلورايد عنده سبعه، عايز الالكترون الزياده دوت عشان يحصل له ستابيليتي، فيبتدوا يعملوا ان الصوديوم يخسر الكترون، والكلورايد ياخد الالكترون دوت يعمل صوديوم كلورايد، ويبقى ما بينهم حاجه اسمها الايونيك بوند. طيب، فهتلاقي الميتال بيكون عنده واحد او اتنين او تلاته وبيعمل لهم لوز، والنون ميتال بيكون عنده خمسه وسته وسبعه بيعمل لهم جين. ولذلك لقينا الصوديوم هنا 11، ولقينا الكلورايد هنا 17، فده خسر واحد وده كسب الواحد اللي هو اخده ده، وعملوا ايونيك بوند ما بينهم فبقوا ستيبل. لكن في حاجات بتبقى في النص كده زي السيليكون. السيليكون ده لو جينا نعمل له اناليسز هنلاقي ان هو عنده 14 الكترون، لما نيجي نوزعهم هيبقى 2 8
أربعة، فعنده أربعة في الأوتر شيل، مش قادر يعمل لهم لوز ومش قادر يعمل جين لأربعة، الرقم ده كريتيكال كده معاه. فيبتدي يظهر حاجة بقى اسمها الكوفيلنت بوند، اللي هم بيعملوا شيرنج في الإلكترونز. دي بتحصل في حاجات كتيرة جدا. عندك مثلا الأكسجين، الأكسجين عنده كام؟ عنده ست، خلاص. والهيدروجين واحد، الهيدروجين مش قادر يخسر الواحد بتوعه، والاكسجين ما يقدرش ان هو برضه يخسر الستة بتوعه، فيجي يقول له ايه، طب هات الواحد اللي عندك دي والواحد اللي عندي دي ونعمل شيرنج، يبقى انت كهيدروجين عندك اتنين فانت ستيبل، وانا كاكسجين عندي تمانية ابقى ستيبل. نفس الحكاية لما حصل مع الفلورين، عنده سبعة وهنا سبعة، يعملوا شيرنج بواحدة يبقى بالتالي يعمل الكوفيلنت بوند. فالسيليكون بيعمل شيرنج برضو مع السيليكونات اللي حواليه، ويبتدي يعمل له ان هو يوصل لمرحلة الاستابيليتي. لكن احنا ابتدينا بقى نصنع حاجة اسمها بي تايب سيمي كوندكتور. هو عبارة عن ايه؟ بجيب بورون، البورون ده عنده كام في الاوتر شيل؟ البورون عنده عدد الالكترونز كلها خمسة، فأني صف في الصف اللي عنده ثلاثة في الاوتر شيل، فنلاقي البورون الازرق دوت الثلاثة بتوع البورون. طيب والسيليكون عنده كام؟ عنده أربعة، فيجي يعمل شيرنج مع البورون ده، فالبورون يدي له واحدة دي ويدي واحدة لدي واحدة لديت. طيب الفكرة ان انت هتيجي تقول لي ايه، طب بص كده دوت ما خدش الكترون، فيبقى فاضل له كده مكان فاضي. قال لك المكان الفاضي ده بنسميه هول. بس برضه ممكن حد يسأل سؤال تاني، يجي يقول ايه، طب بص يا سيدي، ما انت عندك واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة كده، السيليكون لسه ما وصلش للتمانية. أقول لك لا، بص أصلها شبكة. يعني ايه شبكة؟ يعني السيليكون دوت ماسك في بورون وماسك في سيليكون وماسك في سيليكون، فهي شبكة. لكن المشكلة لما حطيت بورون بقى دايما في واحد فيهم عنده نقص، واحد فيهم عنده نقص، بنسمي النقص ده ايه، هول. يبقى انا كده عملت بي تايب ماتيريال. ظهر نوع تاني اللي هو الان تايب. النوع الان تايب لقى عنده زيادة في الالكترونيات. قال لك مثال، بجيب فوسفورس، بص الفوسفورس عنده كام؟ عنده 15، يعني عنده كام في الاوتر شيل؟ خمسة. هيعمل شير مع واحدة والتانية والتالتة والرابعة، ويتبقى له واحدة زيادة، نسمي ده ايه؟ نسمي ده فري الكترون. يبقى الان تايب هي عبارة عن حاجة عندها الكترونيات زيادة نتيجة ان احنا حطينا الامبيوريتي دوت اللي هو مثلا الفوسفورس. وطبعا برضو زي ما اتفقنا هي شبكة متواصلة. قال لك ساعتها بنيجي نعمل بقى حاجه اسمها بي انجنكشن. يعني ايه؟ ادي البي اهو اللي عنده هولز كتيره، هولز دي نسميها بوزيتيف تشارج، والان عنده نيجاتيف تشارج كتيره، فنيجي نعمل ما بينهم ديبليجن كده اكننا لحمناهم في بعض. فايه اللي يحصل؟ ده عنده نيجاتيف كتير، يبتدي يجري النيجاتيف دوت فين؟ الناحيه التانيه. وده عنده بوزيتيف كتير، يبتدي يجري فين؟ الناحيه التانيه. فساعتها البوستيف ده ينجذب للنيجاتيف والنيجاتيف ده ينجذب للبوستيف، ويعمل لي ريجن كده اسمها ديبليشن ريجن، يعني تمنع الريجن دي تفضل كده وسعت، بحيث ان هي تمنع اي نيجاتيف يروح هناك واي بوستيف يروح ايه، الناحيه التانيه. طيب قال لك البي انجنكشن ده كان بيعمل حاجه اسمها دايد. احنا ما درسنا قبل كده الدايد. الدايد ده عباره عن سيمي كوندكتور بيعدي الكترون، او يعني من الحاجات الالكترونيات اللي بتعدي الكهرباء في اتجاهه وما تعدوش في الاتجاه العكسي. وكان عشان الدايود دوت يشتغل ويعدي الكهرباء لازم تكون البطاريه ديت عاليه، بحيث ان هي تقدر تكسر الديبليشن ريجن ديت. طب كان بتكسر الديبليشن ريجن دي ازاي؟ ده بوزيتيف صح وده بوزيتيف، عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل ريبالشن. وده نيجاتيف وده نيجاتيف، عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل ريبالشن. فبالتالي البوزيتيف اكنه عايز يتزق كده والنيجاتيف عايز يتزق كده، فيكسر الدبليجن ريجن ويبتدي الالكترونيات ايه، تتحرك. خلاص. طيب بس هتقولي ثانيه واحده، ده كده دايود عباره عن سيمي كوندكتور معمول من سيليكون، بي ان جنكشن زي الحاجات اللي احنا شرحناها. بس انا ما بتكلمش على ان انا بتعامل مع دايود، انا الفكره مش عايز حاجه تعدي لي كهربا من اتجاه وتعكسه من اتجاه تاني، ده انا جايب حاجه تديني اصلا كهربا، يعني تشتغل شغل البطاريه ديت. فده بقى اللي بيحصل من الفوتوفولتكس اللي هي البي في بانلز اللي معموله من البي ان جنكشن. بكل بساطه كده هتلاقي شريحه معموله ان وشريحه معموله بي وما بينهم بي ان جنكشن. لما يجي لي الطاقه من الشمس، الشمس الفوتونز ديت فيها ايه؟ فيها طاقه. الطاقه دي تعمل ايه؟ تدي طاقة للإلكترونيات دي، الإلكترونيات دي تكسر الدبليشن ريجن وتبتدي تتحرك.
يبقى هنا عندي فوتونز تنزل على الان، الان دي تديهم طاقة تكسر الدبليجن ريجن ويبتدي كهرباء يحصل لها ايه؟ يحصل لها فلو. طيب جميل، دلوقتي بقى عايزين نخش نشوف انواعه ايه بقى. البي في سيل دي معمول من ايه؟ قال لك يا اما يكون سنجل كريستالين يا اما يكون بولي كريستالين. طب سنجل كريستالين او مونو كريستالين بفرق ما بينهم ومن بين بعض ازاي في النظر؟ هلاقي ان دوت اسود ودوت ازرق. طب المونو كريستالين ده معمول من ايه؟ معمول من سيليكون بس بيوريتي عاليه، لكن التاني ده معمول من كذا انواع سيليكون في بعض وليه طريقه معينه في التصنيع، فما بيكونش نقاوته عاليه. وبالتالي هلاقي ان المونو كريستالين مور افيشنت، وهلاقي ان هو بما انه مور افيشنت هلاقيه مور اكسبنسيف. طب تعالوا نشوف دوت، دي مقارنه اهو. هلاقي ان انا عندي البولي كريستالين اقل برايس. ليه؟ لانه هو مش معمول من ماتيريالز مور بيورتي بتاعتها عاليه، مش سنجل كريستالين. تمام. طيب هلاقي كمان الافيشنسي، طب بما ان ده المونو نقاوته اعلى يبقى هيبقى هاير افيشنسي. بس بقى هنا في مشكله في المونو، المونو ده اسود والبولي دوت ازرق، فالاسود دوت هيمتص اشعه الشمس كتير وبالتالي هيقدر ان هو يسخن، ولو سخن هيأثر على الافيشنسي بتاعته، وكل الكلام ده هنقوله بالتفصيل قدام. طب يقول لك لو انا ليميتد في السبيس اجيب مين؟ قال لك تجيب المونو لانه كفاءته اعلى. تعال بص كده، احنا اخدين اتنين لوح، واحد سنجل واحد بولي كريستالين، الاتنين نفس السايز. هلاقي ده يطلع لي 128 واط، ده 120 واط، ده هيطلع لي مثلا قد كذا فولت، ده هيطلع لي فولت اقل، هيطلع لي امبير اقل، وبالتالي هلاقي الافيشنسي بتاع دوت هيكون اعلى من ايه؟ اعلى من التاني. الحته الصغيره اللي اتكلمنا عنها دي اسمها سل. لو تلاحظ المربع الصغير ده يسميه سل، لكن لما يكون السيلز دي كلها مع بعض يسميها بانل او موديول، لما يكون كذا موديول مع بعض يسميه اري. طيب لو تلاحظ ان السيل بتطلع لك مثلا نص فولت ومن 5 ل 6 امبير، طب ولما الاقي الموديول يطلع لي 20 30 فولت ونفس ال 5 وال 6 امبير، معناه ايه؟ معناه ان السيلز ديت متوصله سيريس، لان السيريس الكرنت بيكون ايه؟ بيكون واحد. طب والاري ده ممكن بقى انا براحتي عايز اوصل البانلز ديت سيريس، اوصلها بارلل زي ما انا عايز على حسب اللود بتاعي اللي انا عايز اوصل له. طب ده هيطرح لي حاجه مهمه جدا، البانل ما بتكونش لوحديها، ده بيكون معاه شويه بهاريس كده. ايه هي؟ قال لك بيكون معاه تشارجر كنترولر. يقول لك ليه؟ اصل التشارجر كنترولر ده بيمنع ان الباتري دي يحصل لها اوفر تشارجنج. طب وانا ليه محتاج بطاريه؟ قال لك ما هو بالعقل كده، انت كنت محتاج ليه في اللي فاتوا ثيرمال ستورج؟ قال لك اه عشان انا عندي الطاقه الشمسيه دي طاقه نهاريه، فبالليل انا محتاج كهرباء، فبالتالي ان انا هعمل ايه؟ هحط البطاريه دي عشان تغذيني في الوقت، يا اما يكون بالليل يا اما يكون في وقت الكلاودي. طب في حاجه اسمها الانفرتر. ايه الانفرتر ده؟ يقول لك بيحول من دي سي لاي سي، وده منطقي لان انا جاي لي دي سي. طب افرض اللود بتاعي اي سي، يبقى انا محتاج انفرتر. طب افرض اللود بتاعي دي سي، خلاص يا سيدي مش لازم تحتاج الانفرتر. وفي الفيديو القادم هنبتدي نتكلم بقى على البريفورمانس بتاع السولار سيل.